بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. إن شاء الله هنبدأ بقى في محاضرة جديدة. المحاضرة دي يعتبر بداية بقى الجد في التصميم الزلزالي أو تصميم الأبراج. المحاضرة دي بعنوان Vertical and Horizontal Irregularity. المحاضرة اللي فاتت ولما كنا بنتكلم في كيفية اختيار طريقة التحليل المناسبة، هل هي static أم dynamic، كنا بنذكر بعض حالات عدم الانتظام. ساعتها احنا ما كناش فاهمين هما ايه، تمام؟ او انت كنت سامع مش فاهم يعني ايه عدم الانتظام من النوع الاول، يعني ايه سوفت ستوري، الكلام ده. فلازم طبعا بقى دلوقتي نتكلم عن حالات عدم الانتظام اللي عندي، اللي ذكرها الكود الامريكي، سواء الانتظام الافقي او الانتظام الرأسي. لان ده يا باشمهندس، لان ده بيسبب، او لو احنا مثلا عندنا حالة من حالات عدم الانتظام، ده طبعا بيأثر على طريقة على اختيارنا لطريقة التحليل الانشائي، تمام؟ ثانيا، لو احنا عندنا مشكلة ومحلناهاش ممكن تعمل مشاكل، تمام، وزيادة التكلفة في المنشأ بتاعي، تمام؟ فلازم نفهم ايه هي حالات عدم الانتظام اللي عندي، سواء فيرتيكال او سواء هوريزونتال، تمام، وايه الحل مع كل عدم انتظام فيهم، تمام. طيب، افضل حاجة انك يكون عندك انتظام، خلاص، يعني افضل حاجة انك يكون عندك انتظام سواء افقي او رأسي، تمام. طيب، لو انا مش عندي انتظام يا باشمهندس، هنشوف بقى ازاي نحلها. خلاص، الكود الامريكي سواء اليو بي سي 97 او الاي اس سي اي 716 اتفقوا على حالات عدم الانتظام، يعني هم في اليو بي سي، هم في الاي اس سي اي، خلاص يا باشمهندس. طيب، الكود الامريكي قسم الانتظام الى vertical irregularity و horizontal irregularity، تمام، عدم انتظام رأسي وعدم انتظام افقي. طيب، عدم انتظام الرأسي خلينا نقراهم مع بعض كده، وبعد كده ايه نخش بقى في كل واحد فيهم. مهم يا جدع يا باشمهندسين ان انتوا تكونوا عارفين حالات عدم الانتظام بالترتيب. يعني مثلا هتلاقي بعض الكتب مثلا او الكود في بعض الاوقات يقول لك حالة عدم الانتظام الرأسي من النوع الثالث، تكون عارف ان هي ايه كذا، خلاص، فديت بس ايه ملحوظه يعني. طيب، الفيرتيكال الريجولاريتي يا باشمهندسين، اول نوع هو الاستيفنس الريجولاريتي او السوفت ستوري، الطبق اللين، تمام. طيب، تاني نوع هو الويت ستوري او الهيفي ستوري، او بيسموه برضو ايه الماس الريجولاريتي، تمام. طيب، تالت نوع اسمه فيرتيكال جيومتري الريجولاريتي. رابع نوع اسمه امبلان ديسكونتينيوتي ان فيرتيكال لاترال فورس ريزيستنج اليمنت ريجولاريتي. خامس نوع اسمه ديسكونتينيوتي ان كاباسيتي او ويك ستوري، تمام. وخلي بالك ان الويك ستوري شبه السوفت ستوري، ولكن في اختلاف طبعا هنتكلم عنه. طيب، بالنسبه للهوريزونتال ريجولاريتي عندنا التورشن ريجولاريتي، ده النوع الاول، ري انترانت كورنرز، وفي دايفرام ديسكونتينيوتي ريجولاريتي، واوت اوف بلين اوفست، ونون بارالل سيستم. طيب، ديت المسميات بالترتيب، خلاص، ده الترتيب اللي قال عليه الكود، واحفظ برضو الترتيب، تمام. خلينا بقى نفهم كل واحد فيهم، خلينا نفهم كل نوع فيهم. هنبدأ بالفيرتيكال irregularity، خلاص. يبقى قبل ما نبدأ كده يا باشمهندس، موضوع الانتظام ده أهميته إن احنا نكون عارفينه مبدئيا. ده تؤثر على اختيار طريقة التحليل الإنشائي، سواء هنحل ستاتيك أو دايناميك. طبعا الدايناميك ينفع في كل الحالات. طب أنت قررت إن أنت تحلل ستاتيك يا باشمهندس، تمام، يبقى لازما أنت مقيد زي ما قلنا بقى الشروط المرة اللي فاتت، تمام، وفقا للاي اس سي يا باشمهندس. في 4 حالات، تمام، هما اللي يحكموك. أول حاجة سوفت ستوري، ماس ستوري، فيرتيكال جيومتري ريجولاريتي. 3 حالات دولت في الفيرتيكال ريجولاريتي. طب الهوريزونتال ريجولاريتي من هنا التورشن ريجولاريتي. لو في عدم انتظام في الاربعه دولت ما ينفعش تحلل ستاتيك، خلاص يا باشمهندس، لازم تحلل دايناميك، تمام. الباقيين دي مشاكل المفروض تحاول تحلها، خلاص. طب لو ما حلتهاش المشروع مش هينهار ولا حاجه، بس انت هتاخد بقى احتياطاتك في الديتيلز بقى، والتكلفه ممكن تزيد وهكذا. طيب، اليو بي سي هما الثلاثه دولت، وما قالش ما ذكرش دي، يعني اليو بي سي يا باشمهندس، اليو بي سي يا باشمهندس قال لك ال3 حالات دول بس، لو عندي اي حاله فيهم عدم انتظام هنعمل ايه بقى، هنحلل دايناميك، مش هينفع الاستاتيك. خلي بالك لما اقول لك مثلا ايه ال3 حالات،
مش معنى كده ان الثلاث حالات لازم يتحققوا، لا، اي حاله فيهم، اي حاله فيهم، اي حاله عدم انتظام فيهم لازم بقى تروح تحلل ايه دايناميك، تمام. وطبعا ايه الاي اس سي اي ضاف كمان التورشن الريجولار، خلاص. طيب قلت لك برضو اختيار طريقه التحليل. تاني حاجه ان عدم الانتظام ده ممكن يعمل لك مشاكل في الديزاين، تمام، فلازم تحاول تحلها بقى، وزياده ستريسز وزياده التكلفه، خلاص. فمهم جدا تكون فاهم موضوع البيلدنج الريجولاريتي. طيب اول حاله يا باشمهندسين هنبدا بقى بالفيرتيكال الريجولاريتي. اول حاله هي الستيفنس الريجولاريتي او تسمى السوفت ستوري، تمام. طيب يعني ايه السوفت ستوري يا باشمهندس؟ السوفت ستوري ده يا باشمهندس يعني عندك دور الاستيفنس بتاعه ضعيف بالنسبه للادوار التانيه. يعني مثلا في الغالب يا باشمهندس بيكون في الادوار السفليه، يعني الدور الارضي دايما، وليكن هنا في مصر مثلا بتلاقي مثلا البرج مثلا او العماره، وليكن كل ارتفاع دور 3 متر، يجي لك مثلا على الدور الارضي يا باشمهندس يخلي لك ارتفاعه 6 متر، تمام. ليه؟ هما بيحبوا كده ارتفاعه يكون 6 متر مثلا، لو هيعملوا محلات مش عارف يكون ايه الارتفاع الكبير مثلا يكون شكله كويس او كده، تمام. وبرضه ساعات بيكون في ناس عندها عربيات كبيرة اللي هي العربيات اللي بتكون عالية شوية، فبرضه عشان ايه تركن يعني وكده، زي المنشأ اللي احنا شايفينه ده، تمام. فطبعا يا باشمهندس الارتفاع الكبير ده يا باشمهندس ده بيقلل الجساءة. تخيل انت معاك مثلا مسطرة، تمام، كبيرة، وعندك مسطرة صغيرة، لو جيت تتني ديت وجيت تتني ديت ان هنا هتتني اسهل طبعا، دي طويلة، وعندك قانون الجساءة الاستيفنس يساوي اي اي على ال تكعيب، يعني ال في المقام بتتكعب، يعني لو ال زاد، تمام، الاستيفنس هتقل يا باشمهندس بقيمة 3 اضعاف، 3 مرات، تمام يا باشمهندس. ده قصة السوفت ستوري، تمام. زي ما احنا شايفين مثلا هنا منشأ، هنا مزود لك السبيسنج قوي تحت عشان العربيات تركن، هنا مثلا زي برضو نفس القصه، فتلاقي الدور المنشأ من فوق سليم وكل حاجه، بس الدور ده حصل فيه انهيار يعني، تمام. هنا مثلا اهوت نتيجه الاحمال الجانبيه في البدايه، وبعد كده ظهر السوفت ستوري، وبعد كده حصل كولابس، تمام. طيب الكود الامريكي بقى اتكلم عن السوفت ستوري ده، قال لك ايه يا باشمهندس؟ قال لك يعتبر الدور لينا، تمام، او سوفت ستوري يعني اذا كانت جساءته الاستيفنس للدور المدروس، تمام. انا عايز ادرس مثلا وليكن الدور الارضي ده اللي هو ايه عايز ادرسه، بيقول لك جساءته، تمام، اقل من 70% من جساءة الدور اللي فوق، خلاص نعتبره ساعتها ايه سوفت ستوري، تمام. طيب يعني مثلا جساءة الدور رقم بي ده يا باشمهندس اللي هو التاني ده وليكن 100، تمام، رحت شفت مثلا جساءة الدور ايه اللي انت عايز تدرسه لقيتها مثلا 50، خلاص. اذا يا باشمهندس جساءة الدور ايه بقت اقل من 50%، تمام، من او تساوي 50% من جساءة الدور ده اللي هو قلت عن 70% من جساءة الدور اللي فوقه، ساعتها يا باشمهندس انت كده عندك سوفت ستوري، خلاص. خلي بالك من حته الدور الذي يعلوه، الكود الامريكي قال لك اباف، عشان بشوف ناس بتتلخبط تقول لك ده الدور اللي فوق ولا الدور اللي تحته وكده، تمام. برضو الكود المصري سابها عايمه، خلاص، انما الكود الامريكي حاسمها، قال لك ايه؟ قال لك الدور الذي يعلوه. وجي قال لك يا باشمهندس شرط كمان، تمام، يبقى احنا قلنا ايه؟ تكون اقل من 70% من بي، ساعتها بقى ايه؟ ساعتها عندك سوفت ستوري. قال لك او اقل من 80% من متوسط جساءة الثلاث طوابق اللي فوق الدور ده، تمام. يعني ايه يا باشمهندس؟ هروح اشوف جساءة بي وجساءة سي وجساءة دي واشوف واخد المتوسط بتاعهم اللي هو اجمعهم واجمعهم واقسمهم على 3، تمام. طب لو جساءة ايه بقى الدور المدروس اقل من 80% من جساءة الثلاث ادوار دولت، متوسط الثلاث ادوار، ساعتها بقى يبقى ايه؟ يبقى عندي سوفت ستوري برضو، خلاص. يبقى احنا بنعمل تشيكين الكود الامريكي، لما نيجي نشيك بنعمل ده باستخدام شيت اكسل، بنشيك على الدور اللي فوق ونشيك على الثلاث ادوار اللي فوق، تمام يا باشمهندس. طيب الاي اس سي اي يا باشمهندس، الاي اس سي اي 716 جه زود لك حاجه، قال لك ايه؟ طبعا الكلام في السوفت ستوري كده
يو بي سي زي اي اس سي اي، تمام؟ جه زود لك حاجه الكود الاي اس سي اي، زود لك حاجه. لو جينا كده نفتح الاي اس سي اي، قال لك اهو اول حاجه الفيرتيكال ايريجوريتي، ده الجدول اهوت. اول حاجه السوفت ستوري واتكلمنا اهوت، تكون 70% من الدور اللي فوقه او 80% من متوسط ثلاث ادوار اللي فوق. جه زود لك حاجه اسمها ايه؟ عدم الانتظام من النوع برضو الاول، ولكن بي سماها ايه وبي، وهنا سماها اكستريم سوفت ستوري، تمام؟ يعني ايه اكستريم سوفت ستوري؟ قال لك يا باشمهندس ده سوفت ستوري يعني كبير جدا، تمام؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك هنا كان جساءة الدور اقل من 70% من جساءة الدور اللي فوق، تمام؟ يعني مثلا جساءة الدور اللي فوق 100، تمام؟ وجساءة الدور اللي انت عايز تدرسه وليكن 69 مثلا، تمام؟ يبقى كده زاد، يبقى كده عدى ايه؟ عدى ال 70% يعني، فكده عندك سوفت ستوري. فجي هنا مثلا قال لك لا، ده لو جساءة الدور بقى اقل من 60% من جساءة الدور اللي فوقه، تمام؟ فانت كده عندك حاجة اسمها اكستريم سوفت ستوري، تمام؟ يعني سوفت ستوري بزيادة يعني، تمام؟ او 70% من جساءة بقى ايه؟ الثلاث ادوار اللي فوق، خلاص. فلو انت كده كده يا باشمهندس عندك سوفت ستوري من النوع الاي اللي هو ال 1 اي، اللي هو اصلا لو جساد الدور اللي فوق، لو جساد الدور المدروس اقل من 70% من جساد الدور اللي فوق، فانت كده كده سوفت ستوري، تمام؟ طب 70 اقل من 60 يبقى كده اكستريم سوفت ستوري. ده بيفرق في حاجه؟ مش مهم، المهم تكون عارف ان انت عندك سوفت ستوري، فده كده يوفي، عشان كده انا ما حطيتش ده، تمام؟ اليو بي سي متكلم بس في ده، الاي اس سي زود لك موضوع الاكستريم، خلاص يا باشمهندس. فكده كده يا باشمهندس يعني موضوع ال 60% ده هو اصلا سوفت ستوري بزياده. يعني انا هقولها لك بالارقام برضه عشان ايه تكون متخيل معايا. يعني جساءة الدور مثلا جساءة الدور ده يا باشمهندس جساءة الدور ده 100، تمام؟ طب جساءة الدور ده يا باشمهندس طلعت مثلا 69، تمام؟ يبقى كده يا هندسة قلنا مثلا 70% من جساءة الدور ده يدينا ايه؟ يدينا 70، تمام؟ اه، ده انت كده قلت يا هندسة الجساءة هنا قلت عن 70%، خلاص؟ يبقى انت كده عندك سوفت ستوري، خلاص؟ طيب لو بقت مثلا، لو بلاش ديت مثلا 69 بقت ايه؟ 59، تمام؟ وخلينا نشيك مثلا على ايه؟ على الاكستريم. فرحنا ضربنا ال 100 ديت اللي هي الدور اللي احنا اللي فوق الدور ده في ايه؟ في 60%، فهيدينا ايه؟ هيدينا 60. ده انت قليت اصلا هنا، انت قليت عن 60% من ايه؟ من قيمة ده. يبقى انت كده عندك اكستريم سوفت ستوري. طب انت اصلا يا باشمهندس القيمه الكبيره اللي هي 69 اصلا اديتك سوفت ستوري، تمام؟ فدي كذلك هتديك سوفت ستوري، اي قيمه اقل اصلا من 69 فهي سوفت ستوري، تمام؟ فهي القيمه الكبيره يعني القيمه 69 اللي هي اكبر من 59 مديك سوفت ستوري، فخلاص، تمام؟ فما تشتتش نفسك ما بين السوفت ستوري والاكستريم سوفت ستوري، تمام؟ فهي ايه؟ خلاص يعني هي لو اقل من 70% او 80% للثلاث طوابق اللي فوق يبقى خلاص ايه؟ سوفت ستوري. ما تشغلش دماغك بقى بموضوع ايه؟ اكستريم وكده، تمام؟ بس تكون عارفها برضو ايه؟ المعرفه، تمام؟ فاحنا لما بنيجي نشيك، طبعا احنا بنعمل تشيك سوفت ستوري عشان نشوف بقى ايه؟ لو عندنا سوفت ستوري نحاول نقوي الدور ده مثلا، او هنشوف بقى هنستخدم تحليل ديناميكي ولا لا. فهنشوف. فبتروح بقى يا باشمهندس ايه؟ بنشيك بس على السوفت ستوري مش الاكستريم، خلاص. طيب الكود بقى الامريكي قال لك يا هندسه افرض ان انت عندك سوفت ستوري، ايه الحل يا هندسه؟ الحل هو استخدام تحليل الديناميكي، خلاص. يعني ده نوع من الانواع، قلت لك اول ثلاث انواع في الفيرتيكال ايريجولاريتي كلهم هتضطر ان انت تحلل تحليل ايه؟ ديناميكي، خلاص يا باشمهندس. يبقى الحل ان احنا هنحلل تحليل ديناميكي. ليه دلوقتي يا باشمهندس؟ في التحليل الاستاتيكي زي ما قلت لك، في التحليل الاستاتيكي احنا بنروح نوزع الفورس على كل طابق، تمام؟ فكنا بنقول قانون ايه؟ بنضرب مثلا الفي في كنا بنقول ايه؟ دبليو
وزن الدور في اتش، تمام، ارتفاع الدور على سمشن دبليو في اتش، خلاص. ده مش ارتفاع الدور، ده ارتفاع الدور عن الاساسات، اللي هو يعني ايه، بمعلومية ايه، كان بمعلومية يعتبر الكتلة وايه والارتفاع، خلاص. فده يعتبر ايه، توزيع الفورسز على الطابق، تمام، يعني رياضي، تمام، نقدر نقول ايه، حل جبري يعني، خلاص. طب مثلا لو انت عندك سوفت ستوري بقى يا باشمهندس، فكده القصة اختلفت شوية، خلاص. يعني مثلا انت متخيل مثلا عندك المنشأ بالارتفاع ده، وارتفاع الدور ده مثلا كذا، ده مثلا غير ده غير ده غير ده، ماشي. اه هو هياخد لك هنا تأثير الارتفاع ده يا باشمهندس، ولكن برضو الحل مش دقيق، خلاص، يعني برضو مش هيبقى الدنيا دقيقة قوي، خلاص. فقال لك يا باشمهندس احنا هنروح نستخدم تحليل ديناميكي، هو الأقرب للواقع. التحليل الديناميكي هو يعني منطقي شوية، وبياخد في تأثيره حاجات كتير، خلاص، منها الجساء بقى والدمج والحاجات اللي قلنا عليها دي كلها، تمام. فتوزيع الفورسز على الادوار هنا يا باشمهندس، تمام، لو احنا عندنا حال اي حاله من حالات عدم الانتظام، هيكون ادق في حاله التحليل الديناميكي، خلاص. عشان كده الكود نصحنا، قال لك لا، الحل هنا انت تستخدم تحليل ايه، ديناميكي، تمام. فخلاص ده مثلا اول حاله اللي هي السوفت ستوري، لو عندك سوفت ستوري هنروح نعمل ايه، تحليل ديناميكي، تمام.